حقير. الآن يدعي التوبة ويكذب نبوة عاصم ويلغي ما قد افتراه على الإسلام. توبة؟ هذه كلمة لا يعرف عنها أمثاله سوى نطقها. ولكن ماذا يريد من كل هذا؟ يريد اللعب معنا وتجريدنا من أسلحتنا. ماذا تعني؟ أعني أنه يرضي الناس بيد ويرهبهم باليد الأخرى، وحينها سيقول القائل منهم: لما نقارعه ونحن بهذا الضعف؟ ولما لا نسكت وقد سقط عنا جهاده؟ يا له من واهم إن صدق هذا. بل هذا ما سيحدث، فالناس لا يهمهم من يجلس على العرش طالما لم يقرب لهم جانب. ونتركه ينجو بفعلته؟ بل نقتلعه عن عرشه بعد أن حفر قبره بيده. وكيف نفعل هذا؟ سنفعل ذلك بك وببعض المخلصين من رجالك. بعض رجالي؟ وكيف سنصل إليه ببعض من رجالي؟ ومن قال لك أنك ستصل إليه؟ خلوا بيني وبينه. إن كنت تنتظر مني استرحامي لك فأنت واهم. اجلس اجلس. الاسترحام للضعفاء والجبناء، ولو ظننت بك هكذا ما عنيت نفسي باستدعائك. استدعائي؟ نعم استدعائك، ولكن ما عليك بالطريقة وإنما بالغاية. عن أي غاية تتحدث؟ الغاية التي تجمعنا. وهل هناك من غاية تجمعنا؟ هلاك عبد الملك. تلك هي غايتك، فلماذا تكون غايتي إذن؟ لأنه لن يكون لك بديل، فإما أن تعيننا على إهلاكه وإما أن تهلك معه. لو كنت ورجالك قادرين عليه لما طلبتم العون مني. ومن قال بأن رجالي هم من سيهلكون؟ لا تقل لي جيش الخليفة الذي ذهب إليه ابن زياد ليرسله، فلو كان يريد فعل ذلك ما انتظر من أحد أن يطلب منه هذا. ولا جيش الخليفة. فمن إذن؟ رجالكم. رجالنا؟ كم من الوقت سيمضي قبل أن ينقلب عليكم رجالكم؟ بعد أن كف عبد الملك يدهم عن الناس وحرمهم ممن يحاربون معكم من أجله، فماذا تظن بأنهم فاعلين بك حينها؟ هب أنني وافقتك، فماذا سأكسب إذن؟ عدا رقبتك منهم وبالطبع مني. سأقول أنك تبت من كفره وأعنتنا عليه، وسيكون لك مكانة أعظم عندي من مكانتك عنده. قل لي، أتفعل هذا لأجل الناس حقا؟ وهل يغير ذلك في الأمر شيئا؟ بالطبع لا، فأنا أخدم الأسياد للغاية. أرتبت كل شيء؟ ما أن نحشد الناس ونسير بهم إلى القصر حتى يفتح لنا الحرس الطريق إلى عبد الملك دون أن يرفع في وجهنا سيف. وماذا عن بقية الاتفاقات؟ اطمئن، لقد اخترت أكثر الناس ثقة وإخلاصا لعاصم. قنعته بأن ما سيحدث سيكون خدعة لنرضع به عبد الملك ونعيده به إلى سيرته الأولى. عظيم جدا.
أعمى أنت أيها الرجل؟ أتتحداني أيها العجوز الخارف الأخرق؟ ماذا تفعلون؟ سأريك كيف ستصلي على نبي. ابعدوا عني، ابعدوا عني، ابعدوا أيها الكافرة. ماذا يحدث في بلاد المسلمين؟ أضاعت هيبة الإسلام في بلاد المسلمين. ابتعدوا. الله أكبر. سأريك دينك الله ودينه لمولاي عبد الملك. من نبيك؟ أنت محمد النبي عليه الصلاة والسلام. ابتعد، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ اصمت يا فتاة، اصمت. ماذا بكم؟ لماذا لا تفعلون شيء؟ أليس بكم من أخوة وغيرة على رسول الله؟ لن أصمت أيها الصديق الكافر. صديق؟ أريد من هو الصديق؟ أتعتدي على حرمة في بيت الله؟ يا صديق الفاجر، تظنين أن هذا المنزل سيحميكي؟ ذهب. لا، ماذا يحدث في بلاد المسلمين؟ أضاعت هيبة الإسلام في بلاد المسلمين. الله أكبر. دينك اللهم دينه. الله أكبر. وزير عبد الملك عليكم فيه.